أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات الموقع الأول واللي عم تقدمه قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو رفقاتنا رح نتعرف على طريقة طباعة صفحة اختبار لمجموعة طابعات من شركة اتش بي دون وصلها على الكمبيوتر. كتير منا بيكون عنده طابعة وبده يختبر هالطابعة إذا فيها حبر أو لا، أو في مشكلة بالمحبرة أو لا، ولكن بيضطر ليوصلها على الكمبيوتر ويعطي أمر طباعة من الكمبيوتر. نحن بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة إعطاء أمر للطابعة دون وصلها على الكمبيوتر عن طريق كابل اليو اس بي. بالبداية رفقاتنا بتمنى منكم الاشتراك بالقناة، وبتمنى منكم تتركوا لنا تعليقات أسفل هذا الفيديو إذا كان عندك أي سؤال عن هي الطابعة أو مثيلاتها. بالبداية أصدقائي، الموديلات اللي بين إيدينا تندرج من السيريس اللي شايفينه لحنا، هو الـ HP الليزر جيت من عند الـ 1000 لعند الـ 1500، الـ 1006، الـ 1005، الـ 1010. كل هالموديلات اللي بتشبه هي الطابعة تقريبا بنفس الشكل تندرج نفس هالطريقة اللي هلا رح نساويها لطباعة صفحة الاختبار. والطابعة اللي بين إيدي هي الـ HP الليزر جيت الـ 1005. بالبداية أصدقائي، أنا رح أوصل كابل الكهرباء من الخلف، بالإضافة لأني رح شغل الطابعة وتكون شغالة، ومثل ما أنا شايفين ضوء التشغيل صار ثابت. طيب، بحط ورقة فاضية مثل ما أنا شايفين، ولازم يكون المكان الأبيض للأعلى لأنه هي رح تطبع على هذا الوجه. طيب، وأنا هلأ شو رح ساوي؟ اللي رح ساوي أنه هي العلبة أو هذا الغطاء رح افتحه وسكره 5 مرات مثل ما أنا شايفين. 1 2 3 4 5. وهلا طبعا الطابعه رح يدور الرول تبعها تبع المحبره، ومن ثم رح تقوم باعطاء امر لطباعه صفحات الاختبار. مثل ما انا شايفين رفقاتي، انطبعت عنا صفحه الاختبار، وانا شايف انه كانه فيها مشكله المحبره، تمام، عم تعطي بعض التمشيحات، ولكن انا اللي بهمني هو الخطوط هي اللي طلعت معي، ودليل على انه المحبره فيها حبر. بهي الطريقه رفقاتي انا تعرفت على طريقه طباعه صفحه اختبار لطابعه اتش بي من موديلات معينه اللي شفناها بين ايدينا دون وصلها على الكمبيوتر. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات الموقع الاول.